جيم بلاي. في جيم بلاي وسامة كيما كنا هرست نعملوا دورة صغيرة على أهم أخبار الجمعة هذه في الجيمينج. والجمعة هذه باش نبداو بالخبر الأول اللي هو مود في لعبة سكايريم يستخدموا فيه تشات جي بي تي باش يبتكر حوارات واقعية للشخصيات وكأنها شخصيات حقيقية تعيش معنا. دونك هنا نشوفوا حتى تشات جي بي تي تعدى أنه مرحلة أنك تبعث مساج ويجاوبك ولا توا ينجموا يستعملوه في دي جو فيديو ويصنعوا به شخصيات كيما نقولوا. هذه حاجة متقدمة برشا معناتها مع ليزابليكاسيون جدد وال لي بلاتفورم جدد اللي نحكيو عليهم اللي مختصين اصبحوا بقوه في الذكاء الاصطناعي. وسورتو نحكيو هنا على ما نحكيوش على الذكاء الاصطناعي اون جينيرال، ما نحكيو على تشات جي بي تي اللي ولاو يستعملوه في عديد المجالات قاعد يتاقلم مع الوضع كما نقول انا. اهي. ومازلنا باش نحكيو على تشات جي بي تي اللي فما زاد اخبار تقول انه روسيا قامت باطلاق منافس للذكاء الاصطناعي وسميته جيجا تشات. كما العاده جديده. كما العاده روسيا نلقاها في اي دومين ديما تنافس. طبعا معناتها كي نحكيو على روسيا معناتها اللي فيها تاريخ كبير برشا مع التكنولوجيا، دونك اليوم بلاش نحكيو كان على روسيا، نحكيو على الدول اليوم ولات تتنافس شكون باش يخرج تكنولوجيا جديده قبل الاخر. وحتى بار التكنولوجيات نحكيو زاد على برشا حاجات اخرين منهم عالم الجيمنج اللي كيف والافلام وكل شيء زاد مخيل فيه منافسه بين الدول هذوما. الاخبار الثالث، مايكروسوفت ما عادش باش تخرج حتى ميزه جور جديده لويندوز 10 وباش تكتفي باصدار تحديثات امنيه حتى العام 2025. دونك من هنا ل 2025 ما عادش نشوفوا جديد في الويندوز ابار كلكو ميزه جور نتاع سيكوريتي اكاهو. نتعديو للخبر الرابع، سوبر ماريو. الفيلم سوبر ماريو اللي كان خرج نهار 5 افريل يحقق في المده الصغيره هذه عائدات يفوتوا المليار دولار وهكا يولي انجح عمل مقتبس من جو فيديو. ونرجعوا هنا نفس الموضوع انه الاعمال المقتبسه من دي جو فيديو تحقق نجاح كبير بوش ديجا عندها قاعده جماهيريه كبيره. تخبيا دونك اليوم ماريو معناتها ملي كنا نسمع الناس الكل ماريو كالعاب الفيديو معناتها اليوم معناتها خذا مراحل اخرى. بالضبط استغلوا ليزانفستيسور استغلوا موقع سوبر ماريو كلعبه واستغلوا القاعده الجماهيريه اللي عنده وحولوه الفيلم. والخبر الاخير، بعد الكشف عن مبيعات جهاز بيس 5 شركة سوني تولي أول شركة في التاريخ تبيع 500 مليون جهاز ألعاب. كي نقولوا هنا 500 برش. مليون جهاز ألعاب يعني حول العالم بالحق اكتساح كامل للسوق. معناتها اليوم كل شيء قاعد يتغير، الوضعية التكنولوجية نحكيو على الألعاب الإلكترونية. واليوم يظهر لي باش نرجع جوست معناتها الخبر نتاع سوبر ماريو اللي اليوم يظهر لي بدات ترجع التوندونس القديمة معناتها أنه جو فيديو تعرف في وقت من الأوقات قاعد يرجع توا بحكم فما تطورات تكنولوجية. دونك قاعدين يستغلوا في الإيماج والاسم الكبير سوبر ماريو معناتها نعرفوا اللي جيل 98 معناتها دونك كان اللعبة الأولى معناتها للجيل هذا بشوية بشوية قاعد يرجع بإيماج جديدة بصون جديد أما نفس الكونسيبت كيما قلت أنت. بالضبط كيما قلت أنت ديجا يستغلوا في دي تكنيك جدد باش يرجعوا شوية النوستالجي للعباد اللي كبروا مع سوبر ماريو. دونك نتخيل هكاكا يحققوا مبيعات أكثر والعباد تشيخ على اللعبة أكثر. تخبيها يعطيك صحة عزيز. شكرا بارك الله فيك. كانت هذه جيم بلاي.